استاذ احمد السيد، السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ عبد الناصر، اهلا بيك. ايه الاخبار؟ الحمد لله، منور الدنيا وضحيت وضحيه الناس الجميله اللي بتتابعك، اللي يبدو ان الكل متفاعل معاك في سواء في التعليقات يعني او حتى على كل قنوات السوشيال ميديا. الواد علي غلبان بيقول لك الاهلي هيتغلب. خلي بالك والله العظيم بتكلم كورة عشان الناس، بس يعني اقسم بالله الناس بتفهم، والله العظيم بتكلم كورة. يعني يا جماعة انا عارف سيراميكا وعارف الزمالك وعارف سموحة وعارف عارف سموحة، لو لسه قاعد فرج عامر اقول لك الماتش صعب على الاهلي. اسمع مني، الفرقة بص مفككة نفسيا، الكابتن احمد سامي طبعا رائع وعظيم وعامل شغل اكثر من رائع وجهاز فني رائع، بس مش هتقدر تشيل النفسيات والقلق اللي جوه العيال. فانا عشان كده يعني اعتقد ابدا معاك بماتش سموحه. توقعاتك للاهلي وسموحه ايه يا احمد؟ يعني ان شاء الله باذن الله، ورغم بعض الغيابات في النادي الاهلي، ولكن انا متفائل لمستوى النادي الاهلي الحمد لله من مباراه لاخرى، بيزيد وجود يعني العديد من اللعيبه الحمد لله، اكرم توفيق، اليوديانج، اعتقد الامور باذن الله تبقى كويسه. انا متوقع باذن الله فوز النادي الاهلي بهدفين، عندي بعض القلق شويه بس التواجد يعني محمود البنا حكما للمباراه، ولكن ان شاء الله المباراه تكون في صالح النادي الاهلي، واتوقع ان النادي الاهلي يجيب هدف مبكر، يمكن ده اللي هيغير شويه يعني سير وكافه الامور الخاصه في المباراه يعني. طيب نروح بقى للتشكيل، وهنا بس عايز اقف عند حاجه، وانا ما معودش ارد على حد، بس بيقول لي في حد بعت لي بيقول لي لو سمحت، هو الرساله يا عبد الناصر لو سمحت، في حد النهارده كان بيتكلم ومبطلش اشاعات على الاهلي، وبيقول ان كهربا طالب يقطع اعاره في يناير عشان عرف ان ملوش مكان مع موسيماني. بص يا سيدي الفاضل، بعد كلام الخطيب امبارح كل العالم دي يديها على قفاها. يعني حضرتك انا لا اقول اسمك مين عشان الناس هتعرف، ولا اقول انت تقصد مين علشان برضه ما احرجش حد. اي حد يا صاحبي قال لك البقين دول قول له يعني اقول لك ايه، بس مش عايز اغلط، بس الخطيب امبارح اداهم على قفاهم. في لاعب يطلب اعاره، يعني بلاش اقول لك موسيماني وكهربا، في لاعب يطلب يمشي من الاهلي بعد البقين اللي قالهم الخطيب امبارح. يعني قال ايه عن كهربا؟ قال ايه؟ الملتزم، دخل الاهلي في الاول ما كانش عارف النظام الصارم في الاهلي، لما تعود عليه اتغير، شايفه ملتزم مؤدب محترم بيتمرن كويس جدا مركز في شغله ملهوش دعوه باي حاجه تاني. بعد الكلمتين دول ينفع يتقال كهربا عايز يمشي دهبل؟ يعني معلش انت اللي بتكلمني عليه ده يعني اولا مش اهلاوي، ولو كنت بتقصد حد تاني اعرفه له كامل الاحترام والتقدير، هو حر، لكن انا بكلمك على الاخ اللي انت بتقول عليه ده زملكاوي بيروج اشاعات، ده اهبل. لان يعني تعالى روج اشاعات في يوم غير ده، يعني لو كهربا اول امبارح كان عايز يمشي وده ما حصلش ومستحيل، بعد بقين الخطيب مش هيمشي. يا راجل تبقين الخطيب اللي قالهم في حق كهربا اكدوا انفراد العدل لله، لما قلت لك الخطيب قعد مع موسيماني وقال له لازم تستفيد من كهربا الفتره اللي جايه، وانا قلت وانا تحليل الصح قلت لكم موسيماني حاطط كهربا تحت ضغط عشان لما يلعب يغتنم الفرصه ما يسيبهاش، والايام بيننا، وانا ما بقول لكمش حاجه غلط. كهربا امبارح كان في البرنس مع مؤمن زكريا ومبسوط جدا ومعنوياته مرتفعه جدا، وكلام الخطيب الدنيا النهارده زي الفل وعشرة على عشرة ومبسوط بيه جدا، فما تصدقش الاونطه دي. ولو ليك راي تاني يا احمد اتفضل. لا الراي واضح يا سبحان الله، كل كاين مستني كهربا. طب هل خلينا نقلب الموضوع شويه، هل كهربا لو كان انضم لقائمه النادي الاهلي امام سموحه كنت هتسمع الخبر ده النهارده؟ لا مستحيل.
ولا كان هيبقى في عرض جاي من السعوديه، ولا هيبقى في كهرباء يطلب الاعاره، ولا العلاقه وصلت لطريق مسدود، ولا ما كناش هنسمع ده تماما. لكن مجرد ما موسيماني يعلن عن قائمته وكهرباء خارج القايمه، هوب العرض جه، هوب المشكله، هوب الازمه، عايز يمشي. ما فيش الكلام ده تماما، ولكن دي صحافه انا بسميها كامل التقدير والاحترام، اسمها صحافه التوقعات. لما اطلع دلوقتي اقول لك هناك عرض سعودي يظهر في الافق لضم كهرباء، طب ما وارد كمان شهر شهرين يجي عرض سعودي ومغربي وهندي وتونسي وبرازيلي وكل حاجه. ما جاش، تراجع العرض السعودي بعد ما كهربا كلم وكيله وقال له انا بفضل النادي الاهلي بعد المشاركه والعوده. صحافه التوقعات، كهربا مش بيلعب، يبقى متضايق، يبقى عنده مشكله، يبقى عايز يمشي، يبقى طلب الاعاره. كمان كام يوم لما يلعب يقول لك كهربا اقتنع بموسيماني وتراجع عن فكره الاعاره بعد ما لمس شعور موسيماني الايجابي تجاهه ومشاركته في قائد. فدي شغل للاسف، يعني مش عايز اقول فبركه، هي اجتهادات ربما تصيب وربما تخطئ، ولكن في وقتنا الحالي غير حقيقيه تماما. ده ردنا على موضوع كهربا. يلا يا ابو حميد خش على نتكلم عن مران. النادي الاهلي كان في منتهى القوه، عجبني موسيماني جدا التركيز كان في المران على التسديد. يعني كان في بعض ابعاد لكل من حسام حسن، واحد اسمه شيك، واحد اسمه شيكا بيقول لي احلف ان كهربا ما ماشي في يناير. اقسم بالله كهربا ماشي في يناير. طب ما تمشي كل اللي قاعدين على الدكه عشان زعلانين انهم ما يلعبوش. يا راجل ده كفايه المذيعين كل ما تيجي الكاميرا على الدكه يقول لك دكه مرعبه. يا راجل في فرقه بتلاقي الاهلي اول سنه السنه دي من 4 سنين يبقى معاه فرقه بقوله، ولذلك انا قلت لك البطولات اللي خدها الاهلي ما ينفعش ياخدها فريق ما عندوش دكه. الاهلي كسر المستحيل لان كان بيكون فرقه ناس بتلعب لاول مره بالفانله الحمراء وناس على قدها ومش متعوده على نادي بوزن الاهلي، وخدوا كل البقولات دي. فقلت لك دول لما ينضجوا ويتجاب لهم دكه قويه انسى. الاهلي كان الاهلي كان شارع، كان ما يبيعش ولا يفرق. الاهلي شارع كان يعمل فرقه جباره كان يجيب كل البطولات. خلينا ناخد الناس لاجواء المباراه. موسيماني عمل اجتماع قبل المران مع الكابتن سامي انصان المدرب العام ومع كابيلو رانجواجا مخطط الاحمال البدنيه. والمران كان يعني زي ما بقول لك في بعض الجمل الفنيه وفقره بالفيديو كان موسيماني محضره للعيبه عن فريق سموحه. كمان خلينا نطمن يعني ناس برضو، علي معلول بيواصل برنامجه العلاجي، هو حسام حسن، وطبعا بيغيب الثنائي عن قائمه النادي الاهلي ل مواجهة سموحة. خليني أقول قائمة النادي الأهلي استعدادا لمباراة سموحة. الأهلي مباراة سموحة في الرابعة، عشان الناس بس اللي مش متعودة، مباراة النادي الأهلي مع سموحة في الساعة 4 عصرا بملعب الأهلي ويا السلام. موسيماني يعلن عن القائمة وكده كالتالي: اللي دخلت معسكر مغلق، في حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، في الدفاع بيتواجد ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني، بدر بنون، رامي ربيعه، وكريم فؤاد، واكرم توفيق. الوسط بيتواجد حمدي فتحي، اليو ديانج، افشه، عمار حمدي، احمد عبد القادر، حسين الشحات، وليد سليمان، ميكسيون، وطاهر محمد طاهر اللي بيعود للقائمه. يعني طاهر محمد طاهر بيعود، يعني الحمد لله ما فيش مشكله اهو. خط الهجوم بيتواجد طبعا فيرسي تاو ومحمد شريف وحيدا. اعتقد مباراه تبقى صعبه. النادي الاهلي بيتصدر جدول الدوري العام ب 15 نقطه، سموحه في المركز ال 11 برصيد 6 نقاط، عنده مباراه مؤجله امام طلائع الجيش. طبعا بيحكم اللقاء زي ما لجنه الحكام برئاسه عصام عبد الفتاح اعلنت محمود البنا حكم اللقاء، مع هاني خيري ومحمد محمود لطفي مساعدين، محمود وطا حكم رابع، محمود دسوقي وربنا يستر حكم لتقنيه الفيديو، وهشام مساعد، هشام دسوقي مساعد لحكم الفيديو. خليني برضو اتكلم شويه عن المستبعدين، لان الناس دايما بتحب تعرف مين اللي في القايمه، طب مين اللي بره القايمه. يمكن حاولنا كده نحصر المستبعدين، حوالي 8 لعيبه خارج حسابات موسيماني. يعني طبعا بيغيب محمود متولي ومحمد محمود وصلاح محسن لاستمرار الجاهزيه البدنيه الخاصه بيهم، بيغيب علي معلول وحسام حسن طبعا التدريبات العلاجيه والاصابه.
عمرو السوليه بيغيب للايقاف، خد 3 بطاقات صفراء. برضو في استبعاد لمحمود وحيد وكهربا لوجهه نظر فنيه، دول المستبعدين من قائمه النادي الاهلي. مباراه مش سهله ابدا، ويمكن موسيماني مركز على بعض الجمل الفنيه، وكان في تعليمات واضحه لاكرم توفيق واليو ديانج. يعني اعتقد فكره يعني القايمه بتاعه الفريق نادي الاهلي دايما فيها نجوم كثيره. في نفس الوقت اعتقد النهارده موسيماني بيعود حمدي فتحي، في نفس الوقت بيغيب السوليه، فهو عنده اكتر من حل في الحلول في على حساب يعني المنطقه سواء الدفاعيه او حتى الوسطى. التشكيل المرجح، من المرجح نبدا بشناف خط المرمى، بيتواجد قلبي دفاع، ربما يبدا بياسر ابراهيم مع بدر بنون، وعلى اليمين اكرم توفيق، وعلى اليسار ايمن اشرف، في الوسط طبعا حمدي فتحي مع علي ديانج، وامامهم قفشه. ثم يعني بشكل كبير ربما يتم البدء بحسين الشحات مع بيرسي تاو، او بيرسي تاو مع مكسيون، وفي نفس الوقت الهجوم محمد شريف عنده حلول يقدر يشتغل بيها زي احمد عبد القادر اللي متوقع ياخد بكره بشكل اكتر، طاهر محمد طاهر موجود على دكه البدلاء. اعتقد امور موسيماني يقدر يشتغل عليها بشكل كبير، ولكن طبعا يمكن وجود ايمن اشرف بيساعد على حلول كتير في مركز الظهير الايسر. بالمناسبه اكرم توفيق خد افضل لاعب في الجوله الخامسه من بطوله الدوري العام، ودي حاجه يعني الحمد لله محترمه لحبيبنا وحبيب الكل اكرم توفيق. سريعا كده على هامش المباريات، اليو ديانج هيطير لمالي بعد نهايه مباراه سموحه بالاتفاق مع يعني النادي الاهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ. كلام كثير يقال حوالين مباراه النادي الاهلي مع الرجاء المغربي في مباراه السوبر الافريقي والمعاد، يعني كلام كثير. لقاء السوبر الافريقي الناس بتتكلم 24 ديسمبر المقبل، وهو لقاء مقترح حتى الآن. وفي نفس الوقت لسه ما زالت هناك مفاوضات مع الكاف حول هذا الأمر، وفي كلام بقى مشكلة النادي الأهلي بمعنى صح، هل الصفقات ستشارك ولا لا؟ لما تتكلم عندك يعني لو اللقاء قيم 24 ديسمبر، وبالتالي انت بتلعب بنفس القائمة الأفريقية الحالية، وبالتالي يغيب عنك كريم فؤاد وميكسوني وبرتيتاو وحسام حسن وعبد القادر وعمار، كل دول يغيبوا عنك في المباراه. لكن لو كاف سمح للفريقين بمشاركه الصفقات الجديده اعتقد هيقدروا يشاركوا، ما فيش مشكله. او لو اللقاء اتاجل لحين فتح باب القيد من جديد في البطولات الافريقيه. برضو من ضمن الاخبار الكثيره المنتشره، ويمكن الكل بينتظر بشغف كره كاس العالم للانديه، الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن موعد إجراء القرعة المقرر إقامتها في الإمارات إن شاء الله في ربع الأول من العام القادم. جون تيري قائد تشيلسي الإنجليزي هو اللي هيسحب القرعة. مجلس أبو ظبي الرياضي كان أعلن، الجهة المنظمة يعني البطولة، كان أعلن إن القرعة يعني هتبقى يوم 29 نوفمبر، وده اللي أكد عليه الفيفا اليوم. وبالتالي يعني إحنا على موعد بإذن الله يوم الإثنين القادم 29 نوفمبر يعني بالقرعه الخاصه بكاس العالم للانديه، واعتقد الكل هيتابعها علشان يعرف مشوار النادي الاهلي والامور فيه هتمشي ازاي. اتكلمنا عن موضوع كهربا لا صحه تماما لهذا الامر. موسيماني بعد مباراه سموحه بيني مع كابتن سيد عبد الحفيظ كل تفاصيل معسكر الامارات، لانه بيعول عليه كثير في هذا الفتره القادمه. خليني كمان نبدا يكون في فترة معسكر الإمارات مفتحة لتجديد تعاقد موسيماني. ربما يستغل النادي الأهلي فترة معسكر الإمارات وفترة الراحة في توقف الدوري لمفتحة موسيماني في مسألة تجديد تعاقد. الأهلي برضو في تقرير وتنسيق ما بين الجهاز الطبي في تونس بشأن علي معلول، علشان ما يكونش فيه إرهاق مع اللاعب ومشاركته مع منتخب بلاده الفترة القادمة، وده تنسيق دايما بيعمله الدكتور يعني أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي. طيب بصوا يا جماعة، دايما وابدا الناس اللي بتحب تلف وتدور ويقول لك ده بيطبل وده مش عارف ايه، ما يقدرش يجيب انفراد ولا يقدر بفضل الله يعمل سبق. النهاردة الكابتن محمود الخطيب ده انفراد من العيار الثقيل اللي انا عملته وقلته،
والنهارده الكابتن محمود الخطيب طلع تصريح بيؤيد انفرادي، وده يستحق التحيه. ولو احنا بلد بتقدر قيمه الناس اللي بتجتهد، ده ياخد خبر 2011 لما انفردت بيه. ده لو احنا بلد فيها تقدير للناس اللي بتشقى، ياخد افضل خبر وافضل سبق اتقال في 2011. ايه هو بقى؟ قلت لك ايه؟ قلت لك بعد اسبوعين او شهر من دلوقتي ستجد قبل الانتخابات ب 48 ساعة الخاصة بالنادي الاهلي مفاجأة. ستجد في ميزانية النادي الاهلي عندما تطرح ان الاهلي رجع فلوس المستشار تركي الشيخ الى صندوق تحيا مصر، والناس اللي كانت بتدور بتقول لو رجالة وديتوا الفلوس فين للأهل يعني. يا جماعة الخير، من شهر العبد لله، من شهر قلت لكم وكله يمشي ورايا. الحمد لله بفضل الله، والله العظيم كرم ربنا عليا يا أستاذ هاني عادل ويا أسود أفريقيا يا أبطال، يا محترمين، يا وائل يا مكاوي، يا عصام يا ابو كريم، يا وائل يا مرعي، يا محمود يا عبد الله، يا كل اخواتي وحبايبي وائل علي. قلت ده واكدت معاهم في الكلوب هاوس يشهدوا. قلت الخبر ده لما اقوله الناس هتشتمني ومش هتصدق، بعديه بشهر الناس هتقوله. سيبك من اللي قال، وانا يعنيني كلام الخطيب. بص الكابتن محمود الخطيب اهو، شايف اهو، بص اهو، لاول مره يتحدث في هذا الشأن يا حبيبي. بعد عبد الناصر بشهر. ماليش دعوه مين قال، ليا دعوه الخطيب قال ويؤيد انفراد العبد لله. اكل كده احنا كايدين العوازل وبفضل الله قلنا لن نرد. بص الكابتن محمود الخطيب اللي انا بص عليه، موضوع التبرعات من المحبين اخذ اكبر من حجمه، وطبعا الخاص بالموسيقار تركي الشيخ. تواصلنا مع صندوق تحيا مصر بمجرد ما صاحب التبرعات الموسيقار تركي الشيخ قرر انه بيتبرع بها لصندوق تحيا مصر، وجرى توقيع بروتوكول تعاون بيننا وبين صندوق تحيا مصر، وسلمنا كل المبالغ والهدايا التي كانت موجودة لدينا في خزينة النادي لصندوق تحيا مصر. أهو عايز بني آدم، بس احنا بلد كله بيسرق مجهود كله، وكله عامل فيها وكله عامل فيها بتاع. لكن احنا لو في بلد محترمة اي حد يقول ده يقول تحية لعبد الناصر زيدان اللي قال ده، بما فيهم صاحب ابو المعاطي زكي. لو قال ابو المعاطي يوم حتى شهر اقول صاحب اللي انفرد ابو المعاطي زكي. ابو المعاطي زكي النهاردة حد بيقول لي دلوقتي قال الخبر ده، ما يقولش عبد الناصر زيدان صاحب الانفراد، ولا هيقول. لكن انا يا ما اديته حقه هو وغيره، وافضل على هذا الاساس، ما بسرقش حق حد ولا باخد مجهود حد. انا الوحيد اللي كرمت ابو المعاطي زكي على انفراد موسيماني، وانا الوحيد اللي جبت ابو المعاطي زكي على التليفون وقلت له انت صاحب الانفراد. لكن ابو المعاطي يقول عبد الناصر صاحب الفراد، اقسم بالله ما يقولها ابدا ليوم الدين. اهو على الرغم ان احنا اصحاب وحبايب، صاحبي وانا عارفه اهو، شايف اهو. ولكن انا، وخلي بالك ايه، ولو ابو المعاطي قال لك ايه كان قال لك دلع نفسك وكرم نفسك وتعلمه مني، وانا الملك وانا الاسطوره وانا الفت النت البت الهت الهت كل الكلام ده. لكن ايه، طول الوقت مطالب ان عبد الناصر يقول لها يقول يعلي الناس وينسب الحاجه للناس، والناس كلها تسرق من عبد الناصر زيدان، لان ده انفراد من العيار التقيل. ده خبر يتكرم عليه ناس وتاخد عليه جوائز، ده سبق 2011، لان ده موضوع جدلي يهم الوطن العربي كله. من شهر قلت في الميزانية ستفاجئون ان الاهلي ودى الفلوس لصندوق تحيا مصر، وانتوا في اللايف حد يصدقني، وعلى الكلوب هاوس مع اسود افريقيا، ومع وكان وقتها اهلاوي اصيل،
لو افتكر كان اهلاوي اصيل، واخد بال حضرتك وقتها قالوا لا يا راجل ازاي الكلام ده، تلك موضوع ده هيموت الزلنطحية، وقعدوا الزلنطحية كمان يقول لك مطبلاتي وكذاب شكلكم ايه. الميزانية النهاردة نزلت فيها الخبر والخطيب اهو اهو اهو، واحد بيقول لابو المعاطي قال ده، يا راجل عيب عليك اختشي بلا ابو المعاطي قال ده، يا راجل عيب عليك اختشي، واحد بيقول لي قال ابو المعاطي قال ده، ابو المعاطي صاحبي وحبيبي، لكن قول ابو المعاطي قال اللي انت قلته، لان ده انفراد، لو هو اللي قاله كان هلل وعمل مليون حفلة، لكن انت كفت يا حبيبي، انت اللي بتكلمني. شفت مرة ابو المعاطي قال سبق قاله صديق عبد الناصر زيدان؟ انا قلت ده بدل المرة مليون مرة، والله العظيم سبق 2021. الحمد لله رب العالمين. ايوه صح، احمد عبد الله بيقول لي كان اهلاوي اصيل وقتها، وائل مكاوي وهاني عادل وكل المجموعه، وقلت الكلام ده معاهم وقلته في الحلقه معايا على اليوتيوب. حصل وبشهاده الكل، يعني يمكن التعليقات حتى بتقول الكلام ده. الكابتن محمود الخطيب يعني لاول مره يتحدث في هذا الشأن، وقال لك اكثر من 5 جلسات رقابيه كانت موجوده من الدوله، لجنه من وزاره الشباب والرياضه، ولجنه من خبراء الكادر غير المشروع، ولجنه من الرقابه الاداريه، والجهاز المركزي للمحاسبات، ونيابه الاموال العامه، وراجعوا كل المبالغ والهدايا، وفي الاخر تم الاتفاق الى تسليمها لصندوق تحيا مصر، والنادي الاهلي تسلم من نيابه الاموال العامه شهاده تؤكد ذلك، والجهات اكدت ان الاهلي ولا مسؤولي افعلوا اي امور فيها خطا، وتم الاتفاق مع صندوق تحيا مصر وتنقيه بروتوكول تعاون زي ما انت انفردت وقلت يا استاذ مصر. كمان عندنا خبر تاني قبل ما يسيبنا الاستاذ احمد، الاهلي والرجاء المغربي طلبوا استثناء من الكاف لتسجيل الصفقات الجديده في السوبر الافريقي حال اقيم يوم 24 من شهر ديسمبر. يعني ما انا عارف، كنت بقول معاك ان لا انا عايز بس اعلق عليها الكلام ده اللي قاله احمد، عايز اعلق عليها. الفرقتين اللي هيلعبوا طلبوا فوارد الكاب بنسبه 90% يوافق. يوافق ممكن صح. عايز برضو اخيرا نختم معاك بكلام الكابتن محمود الخطيب قاله عن موسيماني، وده تاكيد لكلامك لما قال ان موسيماني يريد ان يشعر بالاستقرار، هو مهتم بتجديد تعاقده معانا واحنا مهتمين بتجديد تعاقده معانا، لم يطلب زياده مليم في راتبه، وده اللي انت قلته برضه منذ مده واتفقنا عليه وقلنا الحمد لله. قال المفاوضات بيننا من حوالي شهرين، ولكن احنا ارجعنا كل الامور لان في انتخابات مجلس اداره. تمام قلنا الكلام. كره قدم وفي شركه كره قدم قال مع انتهاء ان شاء الله الانتخابات هيكون في اجتماع مع موسيماني وياسين منصور رئيس شركه اهلي كره القدم، هيجتمع مع موسيماني لانهاء هذا الملف. شكرا ابو حميد، بشكرك يا استاذ عبد الناصر، وبشكر والله الناس الجميله اللي عماله تبعت لنا وبتتكلم في التعليقات. وخليني معلش اذكر برضو يعني بالذكر صفحات الاهلي على السوشيال ميديا اللي دايما بيتابعونا وبيشيدوا بتغطيتنا لاخبار النادي الاهلي. تمام. يعني ناس محترمه جدا، يعني بشكرهم شكرا جزيلا. تمام.